حضرتك شاهدت المقطع الفيديوي الذي عرضناه الآن، هكذا فوضى أمنية، هل ترجح حضرتك أن تكون مفتعلة؟ إن كانت إجابتك نعم، فهل هذا يعني أن هنالك مبادرات وأيضا محاولات لخلق فوضى وفلتان أمني يضر بالشأن الأمني المستتب مؤخرا في ظل حكومة السيد محمد الشيع السوداني؟ النزاع العشائري الذي يعني نشب في الزرقاء في الكوفة، أعتقد يعني هذا النزاع هو نزاع تزاحم من أجل تقديم موقع على يعني موكب على آخر، وأعتقد أن يعني القيادات الأمنية اعتقلت بضع عشرات، يعني قد يكون أكثر من 80 تم اعتقالهم وأحيلوا إلى القضاء والتحقيقات جارية لفرز من هو مذنب ومن هو غير مذنب. وأيضا يعني على صعيد متصل هناك أيضا مشكلة أخرى نشبت في يعني في يعني في سيطرة السلام على القنطرة، سيطرة القنطرة، وأيضا هذه كانت فيها طرفان، طرف للحشد وطرف للقوات الأمنية، وأعتقد أيضا تم التحفظ على هذه المجموعة وعلى هذه المجموعة ريثما يتم التحقيق بصورة معمقة للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين كي ينالوا جزاءهم العادل. نعم سيد أبو رغيف، كيف تقيم حضرتك توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الأخيرة والمتعلقة بمحاسبة المخالفين من أصحاب المواكب والأرتال؟ يعني حقيقة يعني تجاوزوا، يعني القائد العام القوات المسلحة كان متشددا بإصدار أوامره ونواهيه إلى كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والمعلوماتية والشرطوية والعسكرية على حد سواء، وبالفعل اطلع الجهد الاستخباري، يعني هناك جهد استخباري لمديرية الاستخبارات العسكرية حيث أنها يعني نزلت كل منتسبيها وكل كادرها الاستخباري بصورة مدنية، ويعني اطلعت بدور لمتابعة أي حركة غريبة وأي شائبة وأي من المحاولين للتأثير على هذه المسيرة السنوية في ذكرى 40 لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وأعتقد أن توجيهات القائد هو التشدد بالحفاظ على الأمن وضرورة توفير الخدمات إلى المواطن وضرورة عدم المساس بصفو وأمن المواطن، وأعتقد هذا ظهر جليا لغاية قبل يومين، يعني الزيارة كانت جيدة، الأربعينية المراسم كانت جيدة لغاية حتى قبل يومين ميعاد، حتى يعني نشبت عند ساعات متأخرة من ليلة أمس بعض أعمال يعني التي من شأنها أن تؤثر على صفو الزيارة من قبيل دخول مواكب ومن قبيل دخول أرتال لبعض يعني لبعض المتنفذين وغير المتنفذين. نعم. غير المتنفذ يحاول أن ينتحل صفة، أن ينتحل شخصية، أن يقوم بأدوار يعني مريبة وأدوار لا تصلح أن تكون في هذه الأجواء وهذه المناسك العرفانية والروحانية معي. حضرتك على